كنشكر السلطات المحليه والاقليميه على هذا الحصار اللي دايرين لهذا الوباء، وهذا الشيء دابا راه في صالح المواطن المغربي باش ما يكثرش الوباء. الوقايه خير من العلاج، ونطلبوا الله السلامه والله ينجي بلادنا وينجي العالم كله من هذا الوباء. جاني بان السلطات المحليه خاصها دير الاجراءات ديالها وتشدد على هذا الشيء اللي كاين، لان هذا الشيء صعيب حتى للمواطن وصعيب حتى للجيران والمنطقه كلها. ونطلبوا الصلاه. التصاعدي ولات كانت 600 400 دابا ولات 1000 1300، هادشي راه كارثي. وكاك الوقايه احسن من العلاج. هاد الوقايه الناس تما يتحملوا، حارصين علينا وحارصين على هذا المرض، خاص تما ينتبهوا. انا هو الحراسه مزيانه، هاد الامن راه مزيان لينا حنا، ماشي مزيان لهم، الامن مزيان للشعب كامل. هادشي اللي كنقول انا، الحالات كلهم تجمعات ديال العيد الكبير، هما اللي هاد الحالات هما اللي فاش توقع هادشي، هاد المرض بزاف هو ديال العيد الكبير. تجمعات العائلة تجمعوا، كلشي تجمع، وهاد العائلة كل تجمعت، وهذا هو هو السبب. بلا ممكن اللي ما شافش عائلته عام عامين جا عندهم. هذا هو الحل اللي كاين ديال هاد المرض، هذا هو السبب ديالو، هو العيد الكبير. كنطلب من الناس المغاربه كاملين يديروا وقايه وكمامه وقيامه، ونحن راه عندنا واحد القهوه كتقصون زاري ما عندها لا رخصه لا والو، كميته كونيا تتجمع سبارة وبزنازه بالليل، وصحاب اي واحد كتجمعوا بالليل راه هي كتشوفوا فيها الشوا قهوه، راه ما عندها لا رخصه ما عندها حتى شي حاجه والو، كتبقى للصون زاري الليل كامل، اي شي سبار شي بزناز كيبقى بالليل كيجي يريح على ديك القهوه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.